السلام عليكم الاخوان، كيف نتوما؟ مزيانين بخير، نتمنى تكونوا كاملين مزيانين بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. فيديو جديد ومعلومات جدادين وشي حاجات واعرين بزاف كما كان وعدكم بالجديد. المهم الاخوان، الديغرادي ديالنا ديال الزيرو يجي حاني. دائما كنقول لكم الزيرو ديالكم فين هو؟ مزيان 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 بطريقه جيده. شوف، كنتي كتفكر كشي واحد كيديرونجيك محداك، بعد منه وركز معايا وافتح معايا العقل ديالك. هذا الخير ليك، ولا كنتي كتبغي الخير ليك بغي لواحد اخر، بارطاجي هذا الفيديو هذا في الجروبات، في ستوري عندك في اليوتيوب، في ستوري عندك في الانستغرام، بارطاجي هذا الفيديو هذا وعاون الناس كما كنعاونكم انا. عاونوا الناس نتوما الاخوان، ودوز عندي الانستغرام هو هذا صالون بدرو بوان 40. مرحبا بكم معايا، وركز معايا، ركز معايا دابا، زول هادشي هذا وركز معايا. شوف الزيرو ديالي كيفاش كان فيه، مزيان 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 بهذه الطريقه هذه. بغيتكم كاملين تعملوها الاخوان، الله يجازيكم بخير. راقم معايا وغادي تفهم. شوف كيفاش كان فيه الزيرو ديالي، مزيان كان فيه. جيب الخط ديالك متوازين مع بعضيته، ما تجيبش شي طالع شي هو شي طالع شي هو. هذه خففت لكم فين الزيرو ديالكم مزيان باش ما نطولش عليكم في الفيديو بزاف. صافي، فين الزيرو ديالك؟ اول خطوه اللي غادي نعملوها موراها الاخوان هي جوج ونص صغيره وجوج. ها هي فينيا، غنعملو جوج ونص صغيرة. ديما مشط ديالك الشعر، مشط الشعر مزيان، مشطة ديما خاصها تكون في يدك وخدم. هذه مسألة الخطف الإخوان، كنخطف بجوج ونص وكنمشط، وكنمشط مزيان، خطف ومشط، خطف ومشط، باش كتشوف الشعر في ماشي، الكثافة في ما كاينة كتخفى، الكثافة في ما كاينة كتخفى، صافي كتبقى ماشي هذاك الريتم ديالك. ودايما ركز لي على المرايات، ضروري ضروري ضروري، مرايات ثم مرايات ثم مرايات الإخوان، وعينك ضروري. شوف كيفاش كان فيني، كنعمل جوج جوج ونص جوج. شوف كيفاش كنخطف، شوف كيفاش كنخطف، كنغرز يدي مزيان. ها شوف، كنغرز دابا جوج، كنغرز يدي مزيان وكنخطف، كنغرز يدي مزيان وكنخطف. هيدا خصكم تمشيو غتمشيو معاها كامله بهذا النيفو هذا. كيما عملت اتجاه اليمين غادي نعملو من اللور، وغادي نعملو اتجاه الشمال. شوف كيفاش كنخدم بهذه الطريقه هذه، بغيتكم كاملين. الا كنتي كتستافد من عندي اعمل واحد لايك واحد كومونتير باش كتحفزني وكنعطي الجديد حتى انا ان شاء الله يا ربي شي حاجه واعره بزاف 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 الاخوان. والله العظيم كنوعدكم بالجديد، وسمحوا لي على الغيبه ديالي، رانا رجعت وكنجيب لكم الجديد. شوف كيفاش كنخطف، ودائما مشط في يدي، دائما كنضرب وكنمشط. شوف كنمشط باش كنشوف شنو واقع، واش شي طالع شي هواد، باش كنجيب داك الشيء متوازن مع بعضيته. بهذه الطريقه هذه بغيتكم كاملين تمشيو بهذه الطريقه، الله يجازيكم بخير بهذه الطريقه هذه. انا كنبغي لكم الخير، بغيتكم تتعلموا هادشي هذا الاخوان، راه من قلب ديالي كنعطيكم هادشي هذا باش تستافدوا. جوج ونص كنعملوها، جوج ونص عاود كنمشط. لاحظتوا معايا، كنضرب وكنمشط، كنخطف بالماكينه ديالي وكنمشط، ضروري ضروري. دابا غنعملوا مرحله ديال الجوج، غنمشيو معاها كامله هيداك جوج ونص. شوف مي تشوفوني طلعت بزاف، جوج ونص كنخطف، جوج ونص وكنخطف، جوج ونص وكنخطف. بهذه الطريقه هذه بغيتكم كاملين 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 تعملوها. راه غيبت عليكم، اقسم بالله الا توحشتكم كنعطيكم هادشي هذا من القلب، اقسم بالله. ركز معايا باش تطلع الديكاردي بحال اللي كنطلعو انا او حسن مني. انا بغيتكم تكونوا حسن مني، ماشي كنوريكم هذا النيفو هذا وصافي، ما كرهتكمش ترجعوا شي حاجه بروفيسيونيل عليا انا يعني. المهم مي غنساليو جوج جوج ونص ديالنا، هانتوما عارفين شنو غادي نعملوها. الناس اللي متبعه معايا راه عارفه، الناس اللي دخلت جديده شوف معايا شنو غادي نعمل مور جوج وجوج ونص صغير. هذا هو الانستغرام ديالي صالون بدرو بوان 40، مرحبا بكم عندي. غادي نعملو واحد ونص الاخوان دابا، واحد ونص وواحد. انا عملت واحد ونص، واحد وواحد ونص، واحد وواحد ونص باش ما نستغرقش الوقت طويل. نفس الوقت عمل واحد وواحد ونص كيما كتشوفوا معنا، غير بالراس ديال الماكينه باش كتجيب داك الشيء مضبب. هذه هي الديكرادي مضببه، اللي كتسمع الديكرادي مضبب هو هذا الاخوان. الديكرادي مضببه واعره بزاف بزاف بزاف، وكتلقى واحد الجماليه، واحد النظره في الحسنه واعره بزاف. رقم معايا وغادي تشوف فينيسيون كامل كيفاش غاشوف، غير بالراس كما كتشوفوا معنا، كنقول لكم غير بالراس ديال الماكينه هذه غادي تمشي. ودائما ضرب جوج الخطفات ثلاثه مشط كما كنعمل انا. شوف كنضرب، دابا عملت واحد، كنخطف كنخطف وكنمسح ديك الخط غير بالراس ديال الماكينه، وكنمشط باش كنشوف فين ماشي انا. ها هي مشطه ضروري، ديك مشطه غادي نزولوها مي كتعمل واحد واحد ونص، كنزولو ديك المشطه هذيك، كنعملو السي بي يو. علاش هاد السي بي يو الاخوان؟ هذيك الزغاب اللي كيكون لاصق في الشعر ديال الكليان، في الراس ديال الكليان، ما كيميلناش الدرجه واضحه. يعني خصنا نعملو هاد السي بي يو هذا باش كيزولنا ديك الزغاب اللي كيكون لاصق في الكليان، كيكون عرقان، كيكون عامل جيك، كيكون اي حاجه، كيزول ديك السي بي يو، ديك الشعر اللي كيكون لاصق في الراس ديال الكليان، وكتوضحنا الحسانه ديال الكليان واعره بزاف، وكتدي واحد النظره اللي واعره بزاف بزاف من الحسانه. شوف معايا كيفاش كنخطف غير بالراس ديال الماكينه، لاحظتوا معايا؟ هايدا بغيتكم كاملين تعدلوها
وركز معايا، شوف يدي كيفاش كنعمل، كيفاش الماكينه كنشبرها، الراس ديال الكليين كيفاش خصو يتشبر بطريقه صحيحه. ركز معايا في هادشي هذا كامل، ماشي ركز معايا في الدرجه، شوف كيفاش كنشبر الراس ديال الكليين، كيفاش كنشبر الماكينه، كيفاش الماكينه كتخدم. هيدا بغيتكم كاملين، يعني خصك دي الخبره بكل شيء، ماشي غير الخبره ديال الديغرافي، حتى التعامل ديال الكليان راه كيلعب دور كبير، وكيفاش تتعامل مع الكليان. ونكونوا سالين هذاك الاتجاه غادي ندورو له، غادي نعمل واحد ونص وواحد نفس الوقت، غادي نعمل واحد وواحد ونص باش ما نستغرقش الوقت كبير. الناس اللي كتقول لي انا كنتعطل في الحسانه، هذه هي النيفو اللي خصك تعدل، واحد واحد ونص نفس الوقت، ما تعملش واحد ونص كامله عاود ترجع لواحد. دابا غادي نعملو الواحد، فيني الواحد ديالك مزيان، ودور اتجاه اخر على اليسار. هذا هو الانستغرام ديالي الاخوان، صالون بدر بوان 40. مرحبا بكم عندي، دخلوا عندي الانستغرام، بغيتكم كاملين تهجموا واحد الهجوم الانستغرام. واذا كان عجبك الفيديو وصلت لهنا وعجبك الفيديو، عمل واحد لايك، ما تبخلش علينا باللايك، وعمل واحد كومونتير باش كتحفزني انا. عمل كومونتيرات حماقة ديتي ديال الكومونتيرات، وبارطاج بزاف ماكسيموم. ما نطولش عليكم، ركز معايا كيفاش، شو الاذن ديال الكليان كيفاش كنشبرها باش كتخدم مزيان وما كتجعش الكليان، وكتينا كتخدم مرتاح. ودائما خدم والنظر ديالك على المرايه، خدم والنظر ديالك على المرايه باش كتشوف الديغرادي كيفاش طالعه. راه المرايه ماشي هما عينك نراس ديال الكليان نيشان، المرايه راه كتلعب دور كبير بزاف. راه الا ما كانتش كاينه مرايه راه ما كاينه والو، الا ما كنتيش كتركز على المرايه راه ما كاينه والو. يعني بلا ما ترجع حلق، حاول تركز على المرايه وعلى عينك وعلى الديزاين ديالك. راه حتى الدوزان كيلعب دور، ولكن كمبتدئ يعني ماشي مشكل، يعني اي حاجه من حاجه لا شيء كتطلع الديغرادي. خصها تكون غير العزيمه الاخوان والاراده، غادي تطلع اي حاجه ان شاء الله يا ربي في المستوى. غير ركز معايا وشوف الديغرادي كيفاش كيتخدم بواحد الطريقه جيده، ركز معايا وشوف الديغرادي كيفاش كنخدمو. شوف معايا كيفاش كنخطف بواحد ونص، لاحظتوا معايا كيفاش كنخطف، شوف الخطف، ركز معايا، هيدا هو الخطف خصو يكون طريقة صحيحة. واحد كنخطف، شوف الواحد كيفاش كنخطف، عاود كنرجع لواحد ونص، لاحظتوا معايا، عاود طلعت الواحد عاود كان فيني مزيان، لاحظتوا معايا الديغرادي كيفاش بدا كيصفى، بدا كيعطي واحد الجمالية ديالو، باقي ما طاحتش الدرجة، بدات البهجة في الحسنة بدات كتجي. شوف واحد النظرة اللي واعرة بزاف، شوف هيدا باش كتعرف الديغرادي راه طالع من البدايه ديالو. الحاجه مين كتطلع من البدايه ديالها مزيانه، عرف راه الديغرادي طالع. شوف معايا، غادي نعملو مشطه ديال 0.5. الناس اللي معروفه مشطه ديال 0.5 اللي عندها غادي تخدم، الناس اللي ما عندهاش مشطه ديال 0.5 عمل 0.5 واقفه بالخطيف. انا سبق لي شرحت في فيديوهات اخرين كيفاش تخطف غير ب 0.5 واخا ما تكونش عندك مشطه، غير بالراس ديال الماكينه غادي نعدل، غير بالراس ديال الماكينه، يا يمين يا شمال. شوف معايا، هي اليمين يا شمال، حتى هي كنعمل لها 0.5، هي مشطه ديال 0.5 ولكن كنزيد هذيك ونص ديال الماكينه. ها هي لاحظتوا معايا، كنطلع انا هبطتها، كترجع كتعمل ديك 0.5 ديال الماكينه او كترجع 0.5 عاديه حسبيه باش كتخطف الخط ما بين الواحد والزيرو، يعني كتلعب واحد انسجام بيناتهم. لاحظتوا معايا، شوف دابا بالوسط ديال الماكينه وكنخطف، ركز معايا مزيان، ركز معايا وافتح معايا عقلك. شوف بهذه الطريقه هذه عاود كنعمل 0.5، كنهبط 0.5 ديال الماكينه وكنخدم غير بالراس. لاحظتوا معايا غير الراس ديال اليمين كيادي والشمال ما كياديش، دابا العكس، دابا كامل، دابا ها هي الراس ديال اليمين هو اللي كنخطف به، هذه باش كطلع هذيك الدرجه مضببه مزيان والخط ما كيبقاش. لاحظتوا معايا غير المشطه ديال 0.5، وشوفوا بدايه دابا ملي كنضرب شو الخط ما بقاش، ومن اللور كيفاش الخط كيفاش باقي، يعني باقي ما عملتش 0.25، باقي ما عملتش بزاف ديال الحاجات غادي تشوفوهم دابا. لاحظتوا معايا، ها حنا صافينا اتجاه ديال اليمين، دابا غندورو اللور. لاحظتوا معايا كيفاش انا غادي نعملو 0.5 نفس الطريقه اللي عملنا اتجاه ديال اليمين، غادي نعملو اتجاه ديال اللور، وغادي نعملو اتجاه ديال الشمال. بهذه الطريقه هذه بغيتكم تستافدوا معايا، وركز معايا بزاف، تبع معايا وغادي تنجح في الحياه ديالك 100% الا كانت عندك الرغبه. كنتي كي داخل بزز عليك هذا الميدان هذا غير بعد منه، باش نجيك من الاخر غير بعد من هذا الميدان هذا. الا كانت عندك الرغبه في الحلاقه راه غادي توصل، غادي توصل واخا شحال ما بقيتي غادي توصل، الا كانت عندك الرغبه من القلب. الهضره القلب كتمشي للقلب الاخوان، كما كنقول لكم الهضره القلب كتمشي للقلب، هذه الهضره اللي معروف بها انا الاخوان، الهضره القلب كتمشي للقلب. وركز معايا مزيان وافتح معايا عقلك، شوف كيفاش كطيح الدرجه. دائما المشطه سي بي يو
في يدي وماكينه باليد اليمين وخدم، او الناس اللي كتخدم بالشمال عاوا نفس كذلك. ضروري خصها تكون عندها سي بي يو او مشطه في هذا النيفو، هذا خصها تكون عندك سي بي يو ضروري ضروري ضروري. شوف غير بالراس ديال الماكينه، غير بالراس ديال الماكينه، وكنمسح بالسي بي يو باش داك الزغب ما يبقاش لاصق في الراس ديال الكليان، باش كنشوف انا الدرجه ديالي فين غاده، يعني فين ماشيه، يعني واش الطريق صحيحه ولا لا. اما الا ما كانتش عندك ديك السي بي يو الشعر غادي يلصق وغادي تبقى غير ضرب ضرب ضرب. الا مشى الكليان نفط شعره او لخصل شعره مزيان غادي يطلع شي هواء شي طالع شي هواء. شوف الخطف كيفاش كنخطف، خطف بهالطريقه هذه، شتي كيفاش كنخطف؟ ماشي تغرز يدك، خطف خطف. دابا غير المشطه ديال 0.5، شوف كنزيد النص ديال الماكينه، شوف الدرجه كيفاش دات واحد البهجه. باقي غادي نعمل واحد السر اللي واعر بزاف، هانتوما غادي تشوفوه. باقي غير الخط ضعيف دابا، شوف 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 معايا، شوف ركز معايا، غادي نفيدك غادي نفيدك. شوف كيفاش كنخطف دابا، هادي الواحدة الاخوان باش نكونوا على بال، هادي الواحد وواحد ونص كتفيني ما بين ديك 0.5 اللي عملنا ديك ديال المشطه، كتبقى بعض الخطوطه كيبقى هذا كيقولوا المرحله ديال الفينيسيون، يعني كتزيد تفيني الدرجه ديالك مزيان، كتعمل واحد واحد ونص باش كتفينيها. زولنا واحد واحد ونص سالينها، غادي نعملو 0.25 في الوسط ديال 0 و 0.5، يعني ماكسيمو ديال 0 ماكسيمو ديال 0.5 بيناتهم في الوسط، وغادي نخدم مورا. غادي نفس الوقت غادي نعمل 0، الا كنت كتجي كتخربق في هادشي هذا غادي الدور كامله ب 0.25، ومورا غادي تعمل تقريبا 0. الا عملتي تقريبا 0 وطيحه واحد الدرجه وباقي الخط، عمل 0 كامل غير بالراس ديال الماكينه باش تطلع الدرجه مضببه، وغادي نكونوا قربنا فينيسيون ديال 0 من هاد الاتجاه هذا. الاخوان لاحظتوا معايا الخط تمسح مره نهائيا، لاحظتوا معايا ولا لا؟ كيف جاتكم الفينيسيون؟ باقي راه الفينيسيون باقي ما كملناش، الله كملنا جزء من الفينيسيون الاخوان، واحد الاتجاه راه باقي من اللور وباقي من الجناب، باقي بزاف ديال الحاجات اللي كيعطيو الجماليه ديال الحسانه وجماليه ديال الكليان. ضروري 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 بزاف ديال الحاجات خصك تزيدهم باش كتزيد الحسانه، تعطي واحد البهجه وواحد النظره اللي واعره بزاف، وتكليان كيعجبو الحال. رقم معايا شنو هما، شنو هما هاد الحاجات اللي خصك تعدل. هاد الفيديو ده عامر معلومات، عامر بمفاجآت، عامر بالإصرار، يعني شي حاجه واعره بزاف 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 بزاف. رقم معايا ركز، لاحظتوا معايا زيرو تفينا مره، ولكن واخا تفينا مره باقي خصنا نزيدو لواحد اللمسه. شنو هي ديك اللمسه؟ رقم معايا شنو هي. شوف انا عامل زيرو مره غير بالراس، لاحظتوا معايا غير بالراس، حيتاش ما بغاتش يطيح الدرجه، غادي نزيدو لها زيرو مره باش كتزيد تصفى الحسانه ديالنا، غير بالزيرو غير بالراس ديال الماكينه، ركز معايا غير بالراس ديال الماكينه، باش ما تقولش غادي بعدو وقلتي لك الخط كامل نطيحو بالمشطه كامله ديال الماكينه، لا غير بالراس. ها الشمال درت اليمين درت شمال، درت اليمين درت شمال، هادي 0.25 ما بين كتكون ما بين 0 و 0.5، كتكون في الوسط ديال ها هي 0 طيحه واحد الدرجه، دابا 0 مره. غنضروا اللور غنكونوا سالينا مره، ولكن باقى واحد اللمسه، راقبوا معايا شنو هي ديك اللمسه اللي غادي نعدلوها دابا ان شاء الله. غادي نعمل 0.5 غير بالراس، لاحظتوا معايا غير بالراس ديال الماكينه، هايدا بغيتكم كاملين تعدلوها غير بالراس وخطف، غير بالراس وخطف، ودايما رقم مرايه، ضروري رقم مرايه باش كتشوف الخط ديالك واش طاح ولا لا، حيتاش بعض المرات نظرة بنادم ما كتبقاش تشبر مزيان، يعني واخا كتشوف كتبان لك مطيحه، ولكن الا شفتيها في المرايه كتجبر الخط باقي تمايا، كتقول شني عملت وانا طيحت. لا مرايه دايما طيح شويه وشوف المرايه، واخا انا ما كنبان لكم ما كنشوفش في المرايه، ولكن انا راه كنشوف في المرايه، حيتاش الكاميرا ما كتشبرنيش عليها ما كتبان لكمش انا كنشوف في المرايه، رانا ملي كنطيح بحال هكا وكنمشط بالسي بي يو راه كنشوف شني عملت واش طالع شي هواد ولا لا. دابا عامل 0.5 0.5 كامله غير بالراس، لاحظتوا معايا غير بالراس ديال اليمين ديال الماكينه، انا عملت 0.25 دابا 0 مره، عامل 0 مره غير كنخطف، ها هي 0.25 غير كنخطف بالراس ديال الماكينه. شوف شوف كيفاش كنخطف، بغيتكم هايدا دائما السي بي يو، لاحظتوا معايا دائما السي بي يو كنعمل هايدا، بغيتكم كاملين. دابا 0.5 عامله وكنمشط 0.5 0.25 0، ها هي دابا
0.25. لاحظتوا معايا كيفاش كنوريكم في الوسط ديالها؟ يدك دابا انا عندي العبر في يدي حيتاش عليا كنعمل لكم دغيا، سمحوا لي الاخوان حيتاش كان بعض مرات كنزرب ما كنبين لكمش الضيطه يعني كيفاش كن 0.25 حيتاش لي ديالي يعني خفافه، يعني بحال نقول لك شبرت الميزان. انا الناس اللي باقا مبتدئه يعني حاول ما تخدمش بجوج اليدين، تعمل ديك 0.25 تشبر باليد الشمال وتركز على، لا حاول تخدم بيد واحد غير بالصباع ديالك، جيب العبار ديالك 0.25 ما تخدمش بجوج اليدين، اليد الثاني شبر الاذن ولا شبر المشط وبقى بقى المشط ديالك ليه باش تشوف الزغم ميبقاش لاصق. لاحظتوا معايا دابا كيفاش الحسانه بدات بهجه؟ الحسانه راه بلا ما تقولوا لي ما بانتش، الا كانت بانت مزيانه ها هي الاسرار اللي قلت لكم اللي واعره بزاف واحد مفاجاه. هاد الزيرو هذا هو اللي كنا عملناه في الاول من الديبار، هذا كنخدموا غير بالراس ديالو كنزيدو نطيحوا ديك الخط اللي كيبقى. لاحظتوا معايا من اللورا واحد الخط باقي، ها هو غادي يطيح هذاك، هذاك غادي كتزيد تفيني به، باش كتجي تفيني به كيعطي واحد النظريه اللي واعره بزاف، وديك الخط ما كيبقاش كيتهرس، باش كيتهرس بديك الماكينه اللي عملناها في الاول هي هذه، هذه بابيليس برو الاخوان. الناس اللي ما عرفاش الثمن ديالها 1500 درهم، والاسم ديال الماكينه بابيليس برو، يعني الناس اللي خاصها تقسيم ولا شي حاجه انا قلت لكم الاسم ديالها وحتى الثمن ديالها. لاحظتوا معايا كيفاش غير بالراس ديال الماكينه باش كنهرس ديك الخط مره كنهرس، وغادي ندوزو للزيزوار الاخوان. شوف الصباع ديالي كيفاش فين هو ديال الشمال، ضروري جبد اللحم ديال الكليان الجلده وخدم باليمين ديال الكوتشيه، الكوتشيه ما حاول ما توقفهاش بزاف، حاول نعس الكوتشيه مزيان، شوف دائما يدك الشمال كيجبد الجلده دائما باش ما كنجرحش الكليه، ومشط في يدك ضروري. هذه التسقويسه هي اللي كتبين الحسانه اللي واعره بزاف، هذا هي اللي هذا هو المرحله اللي كتبين الحسانه كامله، الا طلعتيها عوجه ديك التراساج هذاك او لما ما باينش بزاف الحسانه واخا كتكون ديكرادي مزيان هذيك هي اللي كتعيب الحسانه، الا طلعتيها طلعت الحسانه 100%. غندورو اتجاه اخر كيما عملنا الاتجاه الاولاني غادي نعملو الاتجاه الثاني، حاول اليد ديال اليسار يشبر الجلده واليمين يخدم، دائما شوف كيفاش كنجبد وكيفاش كنخدم، دائما اليد اليسرى كتجبد اللحم ديها. لاحظتوا معايا ضروري 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 بهذه الطريقه هذه. الناس اللي خصها فيديو جديد كتبوا لي في كومونتيرات شنو فيديو جديد بغيتوا نعدلوها الاخوان، راه كنلبي الطلبات ديالكم، اي حاجه بغيتوه قولوها لي في الانستغرام، وهذا صالون بدروب 40 دوزون عندي، واولا في الكومونتيرات، ونكونوا سالينا فيديو ديالنا.